كم يوم وكم مقطع ان اهميه ان الحكم بالطريقه دي بالذات على صحه التمرين من عدمه تقيسها بالنتيجه المحسوسه وليس الشكل، شكل الكتف، شكل الرقبه، شكل الجسم، شكلك انت فرض على الحساب مو مهم قدر اهميه الحس، هل سوى المطلوب بالخطه المطلوبه اللي هو جاهز لها او لا. يدخل في الموضوع هذا اذا بغيت تحكم على صحه شغل الراكب مع الخيل او صحه شغلك مع الحصان او لا، ابدا ما تحكم من خلال تشوف مقطعك. بروح اشوف المقطع واشوف الاخطاء اللي سويتها، هذا اكبر خطا تقع فيه، معناته انك ما حسيت بالخطا اثناء حصوله، يعني انه مو باكيد خطا. اذا كان حكمك على الخطا من عدمه او الصح من عدمه مبني على الناحيه الشكليه، معناته كل واحد له رايه، انا لي راي وانت لك راي، كل ملعب وذب له رايه، والجسم قد يخطئ. خيل شيء تطبيقي، اي صح مفترض اللي خلاه شيء صحيح شيء محسوس نتيجه قدامك. اللي يخلي التقويس صح فوضع معين التحكم فيه. اللي يخلي رفع الراس خطا فوضع معين عدم التحكم فيه وقت ذلك. فعندما افعل تمرين معين او شيء معين مع الحصان ولا يبين لي انه صح وخطا واحاول ابين الخطا والصح عن طريق مقطع خطا الشيء ذا مثل خالص، انت بيكون لك راي وفلان له راي وعلان له راي. هنا ما مثلا تسوي شيء معين قدام مرايه ضبط شعر تحلق الى اخره، انت اللي مالك الا قدامك في مرايه، ما يمكن تقول بسوي شيء معين ثم بعد شيء لما اشوف مقطع بشوف الاخطاء وارجع اضبط ثم اروح مره ثانيه واشوف. انت قاعد تسويه قدام مرايه، مالك خيار انك تضبط امام المرايه. ماذا يحصل او ماذا ترى في المقطع مو مهم، المهم النتيجه قدامك في المرايه. كذلك في الحصان، المرايه في الحصان وش يحس؟ لما اكون راكب الحصان الشيء اللي انا ابغى اسويه، خاصه الاشياء اللي ما تسوى الا صح اصلا زي الكعب باستمرار، رجوع خط باستمرار الى اخره، التحكم في الاختلاف ما يسوى الا صح اصلا. فكوني سويته خطا معناته الحصان بيحوسني ويرفضه مع الوقت ما راح اجيبه. كوني قدرت اجيبه ماشي صح. كوني احكم على مدى صحه شغلي من عدمه من خلال مقطع وليس من خلال حس، معناته ماني بعارف اصلا ليش هو بالفعل صح ولا ماني بعارف اصلا ليش هو بالفعل خطا. فحكمي اصلا من خلال المقطع بيكون محدود، وحكم لان وعلان من خلال المقطع محدود، وهذا ما يتعارض مع كوني اشرح لشخص واقول له شوف مثلا الحصان مقوي زياده، ما دربته زياده، رجعت يدك زياده، قدمتها زياده، هذا ما يتعارض مع ذاك. انت لما تشرح لشخص معين اخطاء تعلم من عنده خطا وتوضح له وين خطاه. لكن لما تضبط الخطا ما قلت له سوي الشيء الفلاني بنفسك، ما اقول ضبط ظهرك ثم احكم على شغلك صح او خطا من خلال المقاطع اللي بتصور نفسك فيها وتشوفها. بقول له ظهرك راجع لانك عاسر، قلل عسرك، فلما قللت عسرك وزنت الحصان، ولما وزنت الحصان مثلا ماشي موزون تحتك استقام ظهرك بدون ما اجيب لك طاري انك تتعمد تضبيط ظهرك وقت ذلك. ففكره اني اوضح للشخص انه عنده اخطاء واوضح له ان الخطا عنده عن طريق شكل معين بجسمه ما يتعارض مع فكره انه لتضبيط خطأك ما تتعمد انك تشوف نفسك في مقاطع او تتعمد تفعل حركه جسميه. نعم في خطأ، ابى اوضح لك ان خطأ من خلال اني بقول لك الوضعيه الفلانيه خطأ في الحصان او فيك، لكن ما اضبطها هي جسمك او في الحصان. اقول لك اضبط يدك، واضبط يدك الحصان مش ماشي موزون، اذا الحصان مش ماشي موزون هو انضبط تحتك وانت انضبطت فوق بدون ما تتعمد فعل الشيء. بما انك ما تحكم على شغلك صح او خطا بمقطع، تحكم على شغلك صح او خطا بالحس. عنتر بن شداد افرس العرب ما قد شاف نفسه بحياته راكب الا اذا بيكون شاف نفسه زي كذا بالظل، ومو وين الظل الا اذا كان راكب اوقات معينه زي الظهر او العصر وغيره، فاغلب الاوقات ما راح يشوف نفسه راكب. حكم خلال حس، يا فلان وعلام يقول شغلك صح وخطا يكون فرسان جيدين طبعا، او حس وراكب الحصان. اما ان يحكم شغلي صح او خطا من خلال المقطع هذا وهم وخيال وليس واقع.